جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هذا كيفاش تقيم اليوم من الجانب السياسي حضور المرأة التونسية في المشهد السياسي؟ اولا للمرأة التونسية نتمنوا عيد يعني مبروك ان شاء الله، بطبيعة الحال ديما كل عام العام تتحسن وضع المرأة التونسية وتتطور اكثر وتتدعم المكاسب اللي تحصلت عليها. هذا ما سعينا اللي احنا في الدستور في الإطار العمل المجلس الوطني التأسيسي، حركتنا ساهمت بشكل كبير في انه الدستور يدستر المكاسب التي تحصلت عليها المرأة كما مجلس الأحوال الشخصية كما تفضلت وذكرت، وايضا تدعيم ان تكون هناك تمشي تدعيمي وتطويري. اليوم حضور المرأة في المشهد السياسي ما زال دون المأمول، لانه يعني التجربة السياسية كلها تجربة جديدة، نحن في طور الدربة، في طور يعني الابرونتيساج، مازال حاجة جديدة علينا، مازالت التقاليد السياسية اللي نشوفوها في الدول الديمقراطية مازالت ما تمش يعني ترسيخها بشكل كبير وثابت في المشهد التونسي. فهناك عمل على جملة من الأشياء، من جملتها حضور المرأة اللي بطبيعة الحال احنا سعين كلنا انه نطوروا هذا الحضور، وتأكيدنا على التناصف في القانون الانتخابي وفي الدستور، تأكيدنا على التناوب في القائمات الانتخابية، كله سعي الى ان المرأة تكتسب تدريجيا حضور يناسب حضورها في المجتمع. هذا دور اكيد الطبقة السياسية. اليوم مثلا كي نشوفوا السباق نحو الرئاسية، عديد من الاسماء مترشحة، تقريبا ثم قرابة 30 اسم حاليا، منهم 4 نساء: ليلى الهمامي، أمنة منصور القروي، بدرة قعلول، وكلثوم كان. نجم نراو حركة النهضة تدعم امرأة للرئاسية؟ احنا قلنا بانه نجم ندعم كل مرأة قادرة ان تتحمل اي موقع من المواقع بما فيه موقع رئاسة، يعني حتى مشكل في ذلك اذا توفرت يعني الكفاءة والنزاهة والقدرة على تجميع التونسيين، ما عندنا حتى اشكال في انه ندعم مرأة لقيادة البلاد في موقع رئاسة او في موقع رئاسة الحكومة او في اي موقع اخر. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.